الصلاة والسلام على سيدنا محمد. إيه ساتور لو 3 جويا دونك هذاك التليجرام عقبوا على قضية المرحلة الانتقالية. أول ما طرحت في لقاء يعني ليروس. هذا اللقاء يعتبر من أهم اللقاءات التي سبقت، لأنه فيه طرحت مسائل جد هامة، وتبين للوفد المفاوض الجزائري بأن الاستعمار الفرنسي بدأ يتنازل عن حقوق كان يدعي أنها مكتسبة بالنسبة له، ولذلك طرحت لأول مرة مسألة المرحلة الانتقالية، حقوق وواجبات الأقلية الفرنسية، مدة بقاء الجيش الفرنسي لحماية المصالح، ومدة الهيئة التنفيذية يعني التي ستسير المرحلة الانتقالية. فاوضت الحكومة المؤقتة على رفض أي شخصية تكون غير جزائرية ومسلمة، غير جزائرية ومسلمة، ولذلك تم اختيار السيد عبد الرحمن فارس عليه رحمة الله كقائد لهذه المرحلة الانتقالية، وأعطيت الأغلبية التمثيلية للجزائر.